السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. الحلقة التي تختص بأدلة قصصية للذين استفادوا وشفوا من عدة حالات صحية تتعلق بارتفاع انزيمات الكبدية والدهون الكبدية من خلال العلاج بالماء الساخن أو هاكوا ريفيتالايز ثيرابي. شفاء مريض من ارتفاع انزيمات الكبد وانخفاض الكوليسترول من 6 الى 5 واختفاء الكحة وألام المفاصل والنقرس. السلام عليكم دكتور فارس، بأمانة كنت مريضة بانزيمات الكبد والكوليسترول والكحة ما يقارب 15 سنة، وبدأت العلاج بالماء الساخن في بداية فبراير عام 2017 حتى الآن، بشرط امتنعت من المشروبات الغازية والمواد الحافظة والمنبهات كالشاي والقهوة ولله الحمد. وأثبتت التحاليل في العيادة بعد مرور ساعتين والله الحمد إلى رجوع الكبدية حيا كأنما ولدت من جديد، خالي من الأنزيمات وانخفاض الكوليسترول من 6 إلى 5 والعلاج الفعال الطبيعي. سبحان الله، يحتاج صبر وعزيمة وإرادة. علاج مفيد من خلال محاضراتك، علاج الماء الساخن، وما زلنا مواصلين العلاج ولله الحمد. والمنى، أي واحد يعاني من أمراض بالفعل يحتاج كما قال دكتور فارس الحجري حفظه الله ورعاه وافقه الله في الدنيا والآخرة وغفر الله له، الماء ساخن العلاج الفعال من الدرجة الأولى. الكحة اختفت معايا نهائيا، والألم والمفاصل والنقرس اختفى كليا ولله الحمد. ألف شكر لك دكتور فارس. شفاء امرأة تعاني من ارتفاع الدهون الكبدية، كيفك أخ فارس؟ أنا جربت بنفسي الماء الساخن، كان عندي نسبة عالية من الدهون على الكبد، وصفوا لي أدوية في المستشفى بس زادت الدهون كثير وصاروا كل شهر فحص. المهم استعنت بالله وقررت أعالج نفسي بالماء الساخن، واستمريت شهر كامل على الماء الساخن. وبعد شهر رحت سويت فحص والله حصلوا نسبة الدهون ما فيه، وشفيت بفضل الله ثم الماء الساخن. جزاك الله عنا خير الجزاء وإلى الأمام دائما، رعاك الله وأنار طريقك. شفاء مواطن عماني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في من 5.6 إلى 3.8 خلال 7 أشهر كما ترون في الشاشة، من خلال التوقيت المختلف. بدأ في الجهة الأيسر بتاريخ 15 مايو 2011 كما تبين أن مجموع نسبة الكوليسترول إلى البروتين الدهني عالية الكثافة كان 5.6 مليمول على لتر، كان طبعا يعتبر بالقياس مرتفع للغاية. وبعد تقريبا 7 أشهر بتاريخ 4 ديسمبر 2011 كما تبين أمامكم جهة الأيمن من الشاشة، مجموع نسبة الكوليسترول إلى البروتين الدهنية عالية الكثافة 3.8 مليمول على لتر، وهذه تعتبر حالة طبيعية، أي معنى أن شخص أصبح وضع طبيعي جدا بالنسبة للكوليسترول لديه، فشفي من الكوليسترول اللي هو عالي الكثافة اللي هو TCHDL. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نسأل الله تعالى شفاء لكم والصحة والعافية، وتدعمون بمنفور الصحة والعافية والعمر المديد.
السلامة.